الرحيم سيداتي أنساتي سادتي أصدقائي المشاهدين متابعينا أينما كنتم في كل مكان متابعي قنوات أساسي مرحبا بحضراتكم حيث القمة الكبرى قمة دوري روشن في الجولة 13 اللقاء الكبير الذي يجمع العالمي النصراوي وجها لوجه من أمام الليث الأبيض الشبابي في مباراة مرتقبة في لقاء منتظر بين الفريق المتصدر والذي يسير بخطى ثابتة في هذا الموسم النصر. شوف الهجمة النصراوية هذه المحاولة الكرة العرضية لكنها تتخلص للتعاون نجم السكر القصيم المحاولة موجودة نصراوية تدخل الملعب إلى راجمة الصواريخ شبابية في جول هنالك رأي وتسلل تهديد أول لكاف الآن من مشاري بوف أو بمبيتي مارتينيز تذهب سلطان الغناب حط الكرة إلى سامي النجعي في وسط الملعب يكسب خطأ بصافرة الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان سانتوس عودة الكرة أمامية شبابية خطيرة المحاولة لكن الكرة السابق لريال سوسيداد والذي يتولى تدريب الشباب كما ذكرنا بأنه كان يسير بخطى جيدة لكن بعد ذلك جانبية تعود الآن النصراوية على الجناح الأيمن بيتي مارتينيز المحاولة إلى سامي السلام تقدم النجعي محاولة خطيرة والكرة إلى كيل يتدخل كريتشوفيات في التوقيت السليم موجود من حارس المرمى ودخول من لاعب النصر الكرة حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ على النصر في اللقطة الماضية بدولي على الأجامي يتقدم الأرجنتيني يلعب الكرة إلى جوانكا جوانكا خطير المحاولة هاتان يتقدم ينقل كرة أمامية ولكن ألفارو يخلص الكرة يحاول متعب ينقل اتجاه الكرة على اليسار جميلة المحاولة خطيرة متعب في اللقطة الماضية إلى هاتان وبالتالي حكم لقاء أشارة إلى رمية جميلة شبابية خطيرة على اليسار الكرة عرضية ولكن الكرة إلى المحاولة شبابية خطيرة كرة بالكعب الله تزال الكرة والفرصة قائمة للشباب تصويبة قوية جميلة 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 حلوة للشباب حلوة الكرة الأولى التهديد الأول للأياك للعب الكرات الرأسية ولكن الكرة تتخلص ترجع لها من جديد تسويبة من كارلوس جونيور إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة انطلاقة هجومية حتى ممكن يمر حتى سريع حتى يعدي حتى يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الميدان من حتى البهبري وهنا ربما تأتي هنا المحاولة خطرة غريبة 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 عجيبة من سامي النجعي تشوف ياك عودة الكرة إلى الخلف المحاولة من كيم سيونغ من جديد خيبري جميلة الكرة الكرة العادية سلطان الغنام سهلة الكرة تعود إلى بانيكا بانيكا يتقدم داخل منطقة الجزاء عرضية تصل والكرة إلى خارج الملعب إلى الركنية أو إلى يبدو لي الهجوم هنا المحاولة هنا سكور يتقدم يلعب كرة غريبة وحيوية من جانب الفريقين الكرة عرضية تصل الآن كان يميز الفراشة يتقدم اللاعب الممتع في أرضية الميدان الهجوم إلى ناحية اليمنى كرة عرضية ولكن سهلة يخرج مع كيم لان المحاولة شبابية خطيرة حسين يتقدم الله تصل جوانكا تصويبة محاولة الكرة في الجول الكرة أسبينا 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 يحصل الكرة أسبينا ذهبت الكرة كانت سهلة على نهاية الشوط الأول كرة خطرة نصراوية بالرأس ماشي ترسل المحاولة لإياغو سانتوس جميلة طولية لكنها بعيدة إلى خارج النصر الآن يعود محاولة تذهب إلى أحضان حارس المرمى الحارس عفوا عبد الله الخيبري عبد الله الخيبر الذي تقدم مع الكرة الماضية كرة الدفاعية بوجود كونان يقدم الآن هتان بهبري الكرة العرضية ولكن الكرة سهلة إلى ديف جميلة أنديرسون تلسكا قوية الكرة إلى خارج أرضية الملعب بالرأس إلى خارج أرضية الملعب
إلى خارج الميدان من تاليسكا. ذهبت المحاولة الماضية إلى ركلة مرمى لكن سيوم تصل، لكن الكرة تتخلص وسرعان ما تعود الآن للنصر. العرضية ستصل، الكرة من سلطان الغنامي إلى خارج أرضية الملعب، ترسل الآن للنصر، الكرة تتخلص ترجع الآن للشباب في وسط القطعات من الشوط الأول. بين القحطاني تصويبة التي تصدى لها أوسبينا عن الإنجاز الأول مع العالمي. هنا كرة خطيرة، هنا هيرفي رينارد مدرب منتخبنا الوطني السعودي. هنا محاولة تاليسكا، كيم سيونغ يتقدم الكرة إلى وجود صافرة تاليسكا جميلة سامي النجعي، ولكن التغطية كذلك حاضرة. الجناحر الأرجنتيني بيتسي مارتينيز، لكن شبابية الكرة في الكول، لكن أوسبينا موجود قبل ذلك المضايقة من ألفارو غونزاليس وسط. يا سلام، الله على جوانكا، البطاقة الصفراء تظهر على جوستافو. حط الكرة جميلة، محاولة عرضية ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ذهبت الكرة إلى ركلة ركنية لنصيب فريق تمريرة، محاولة خطيرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب بدون عنوان. الكرة مستمرة ولكنها تتخلص، كرة تبعد الآن من كرة نصروية، محاولة إلى وجود صافرة بإشارة من جنب حكم اللقاء كليمان توربا. من جديد على اليسار انطلاقة إلى وجود صافرة وخطأ، صافرة إذن وخطأ، صافرة وخطأ لسانتيمين. بطاقة صفراء تظهر، جو موجود لجامي، لعب الكرة تاليسكا، خطيرة 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 من أندرسون. كان الله من عام حي هي يا اللي هيك ولا هرونا، هي يا اللي هرونا والله. الله ينور عليك يا حي. تصحيني يا اخي، قول لي هنظهر نعقبه كويس. مالك انا ما تعقبتش كويس، خلي بالك يعني نعقبه. تمام، الله ينور عليك يا حي. اكل بتاع لي يا حبيبي، ان احنا همومه الليل يا عم، احنا هزنا على الموال لما نجانا. تم كلامك صحيح. اي والله، الله يجاهد، جاهد خرب بيت.